عسلامة ومرحبا بكم في Draw My Science وكل بخصيصيمان في ساينس مي... وهكذا ميتون اسكول في مارس شكون سيادتك؟ اني بهي انت شكون؟ ليه اني بهي انت شكون؟ واصلا العبيد وقت اشتلعت المارس باش موت غادي تحسك مزلت عايش في 2018 انت خل نرجع من جيت خير حقا كاميرا مين هذاك رد بالك من عليه سان ناس طيبة سيد ناس طيبة اي تتشوف في اخر فيديو شوف شي عملك اليوم باش نحكيو على السفر عبر الزمن. عملنا فوت على الانستغرام وقلنا اذا كنت تحب تسافر عبر الزمن اسكو تحب تسافر للمستقبل ولا للماضي. دونك اذا كان فلت الفوت تبعنا على الانستغرام باش ما عادش تفلت فاز كيما هكا. بريف الريزلت تاع الفوت كانت 64% يحبوا يمشيوا للمستقبل و 36% يحبوا يمشيوا للماضي. نحب نقول لجماعة اللي فوتيت مستقبل كل مبروك عليكم على خاطر تنجموا تسافروا للمستقبل. وديجا الحكايه هذه حكايه فارغه على الاخر وعملها استرونوت روسي اسمه سيرغي اللي تو نحكيو عليه بعد شويه ونشوفوا شنو عمل بالضبط وكيفاش عمل. بريف اذا كنت تحب تسافر للمستقبل ما عليك كان تركب في صاروخ اسمه ديمي 62 تعمل به دوره صغيره جونغ 10 سنين وانت تدور. بعد كي ترجع للارض تلقى تعدى 51 عام، معناها العشر سنين نتاعك اللي عديتهم في ديمي 62 هما 51 سنه. بلغه اخرى اذا كان وقت اللي جيت باش تطلع في ديمي 62 كان عمرك 20 وصاحبتك عمرها 20 تمشي تعمل دوره نتاعك وكي ترجع انت يبدا عمرك 30 وصاحبتك عمرها 71. الفارق متاع الوقت هذا اسمه تايم دايليشن اللي حكي عليه اينشتاين ولخصه في الاكواسيون هذه اللي ما تفاجعوش منها. تي بريم هو الوقت اللي باش تعدى على الارض، تي هو الوقت اللي باش تعدى على الصاروخ نتاعنا دي مي 62، في سرعه الصاروخ وسي سرعه الضوء. السر في الصاروخ نتاعنا دي مي 62 اون فيت باش الحكايه تكون بوسيبل لازم الصاروخ نتاعنا السرعه نتاعو تقارب 98% من سرعه الضوء اللي هي حكايه فارغه على الاخر. 98% من سرعه الضوء معناها الصاروخ نتاعنا لازم يجري تقريبا 293,796 كيلومتر في الثانية أكهو اللي يحكي فارغة برشا على الأخير ما بيانسور كو مش حكي فارغة وبيانسور ماهيش بسيطة جملة على خطر أسرع حاجة عملتها البشرية هو السيد هذا اللي يجري 194 كيلومتر في الثانية اللي ينجم يشق تونس من الشمال للجنوب في 5 ثواني أكهو. هذه الحاجة اللي تفرح اللي عملنا حاجة تجري بالسرعة هذه، أما الحاجة اللي تحزن إنه السرعة هذه ما تمثل كان 0.064% من سرعة الضوء، معناه حتى 0.1 ما خلطنالوش، معناه كان فهمتني بالكدي نزلنا بعاد شويه وبرا، معناه شويه وبرا. الحاجه الثانيه هي الكورب هذه اللي يعني نقول عليها كورب ضربته في روحها برشا وياسر تقتل الطموح. علاش تقتل الطموح؟ تقتل الطموح على خاطر تو سامبلومون تقول لنا اللي ما نجمو نعملو عامله كان مع على الاقل نفوتو 75% من سرعه الضوء. معناها احنا بالسيف باش وصلنا ل 0.064% تجي هي تقولنا ريت حتى كان توصل 50% من سرعه الضوء ما هو باش يصير شيء، والا على الاقل ما هو باش يصير شيء نجم نلاحظوه بعينينا. دونك برجو ليا خلينا ننساو الحكايه هذيا برلومون على خاطر اينشتاين يعرف الحكايه هذيا طبطا واعطانا حل اخر. قال اذا كان ما تنجموش تعملوا حاجه تجري جري ماست عندكم حل اخر. اينشتاين قال لنا اذا كان ما تنجمش تجري برا اركش. شو معناها؟ معناها اذا كان ما نجموش نصنعوا حاجه السرعه نتاعها كبيره برشا نمشيو نركشوا بحذا حاجه الجاذبيه نتاعها كبيره برشا، معناها نركشوا بحذا بلاك هول بار اكزومبل ولا نيوترون ستار ولا اللي هو. وبعد كي نرجعوا كيف كيف تلقى انت عمرك 30 سنه بار اكزومبل وصاحبتك عمرها 90 ولا 150 ولا الله اعلم عليه. تبقى المشكله الوحيده انه اقرب بلاك هول يبعد علينا 2800 سنه ضوئيه، وبالتكنولوجيا اللي عندنا تحب لنا على الاقل على الاقل على الاقل نعرفش نومبر كبير اللي اني ما نجمش نحسبه وما نعرفش نحسبه، وحتى الايكرون تاع البي سي ما نجمش يرفعوا تيلمون كبير من وقت باش نوصلوا للبلاك هول. اما برا نقولوا بمعجزه وصلنا للبلاك هول، فما مشاكل اخرى صاحبي باش تجيك على خاطر فما ريسك كبير انه يبلعك. احنا نعرفوا البلاك هول يبلع بريس كل شيء، هو حتى الفوتونات ما يسلموش منه. باهي باش نلخص البارتي هذه الكل، اذا كنت تحب تسافر للمستقبل عندك زوج حلول، يا تجري بسرعه كبيره برشا يا تمشي تركش بحذا حاجه الجاذبيه نتاعها كبيره برشا. هاكا عندك الحريه صاحبي يعمل اللي تحب. في اول فيديو حكينا على السيد هذا وقلنا اللي هو اول استرونوت وصل يسافر للمستقبل. السيد هذا قاعد يدور على الارض تقريبا 803 نهار و9 سوايع و39 دقيقه بسرعه تقارب 28000 كيلومتر في الساعه، باش نجم يسافر للمستقبل بتقريب 0.02 سكوند. حمدين ولدي صحيح قلت بتفديك، اما السيد هذا اثبت لنا انه ليزيكواسيون تاعنا ماهمش تخلويض ماهمش كلام على اوراق، واثبت لنا مره اخرى انه السيد هذا من احسن ما جابت البشريه. بي اذا كان سفر المستقبل حاجه ممكنه اما صعيبه برشا، فسفر الماضي حاجه اصعب بياسر. باش تسافروا الماضي عندنا زوز حلول والا زوز مشاكل. الحاجه الاولى انه نفوتوا سرعه الضوء، نعرفش كيفاش احنا ميم با وصلنا 0.1% اما لازم نفوتوا سرعه الضوء. اما الكلام هذا كلام وراق على خاطر صديقي اينشتاين قال انه ما فما حتى حاجه تنجم تفوت سرعه الضوء. بيان سور الحاجه اللي يحكي عليها حاجه عندها كتله على خاطر فما حاجات ما عندهمش كتله اما يفوتوا سرعه الضوء. ما تخافوش مانيش باش نحكي عليهم سينون الفيديو باش يولي طولها ساعه غير ربع.
الحاجه الثانيه هما الورم هولز اللي الحقيقه حاجه ياسر 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 كومبليكي. اما بون اكثر طريقه نجمو نفهموها بها هي الفازة اللي استعملوها في فيلم انترستيلر اللي ننصحكم به. الورم هول هما عباره على بوابه تهزك من سبيس تايم لسبيس تايم اخر بلغه اخرى من وقت اخر لوقت اخر. بار اكزامبل الورقه هذه سبيس تايم وانت تحب تمشي منها لنا. الورم هول يحب يخلق طريق مختصر دونك يعوج سبيس تايم بالطريقه هذه دو تيل سورت انك نجم تتنقل من بوان بي للبوان ا في حكايه ساعه. معناها الورم هول عمل لنا شورت كات ومش هزنا من بلاصه اخرى لبلاصه اخرى اكهو اما زيد رجعنا 70 سنه لتالي. باش نكونوا متفقين الورم هول حتى لتوا مازال كلام وريق مازال كلام وريق على خاطر حتى لتوا ما لقيناش البروف نتاعو في الاسباس. مي بون لي سانتيفيك صنعوا ورم هول نتاع شون مانيتيك في لابوراتوار. مي بون باقي تقعد الحكايه فيها وعليه للي انتريسيت ونخلي لكم اللين في الديسكريبسيون. بي حتى لتوا حكينا على المشاكل نتاع السفر للماضي حكينا على المشاكل النظريه اما خلينا نحكيو على المشاكل اللوجيك شوي. اذا كان نجمو نسافروا للماضي ونقولوا انت نجمت ترجع بالوقت التالي وقت جدك وقت اللي كان صغير على خاطره ما كانش ناس طيبه بريسكو جدك مات هو صغير معناها ما عرفش بجدك وما جابش امك دونك انت ما جيتش معناها ما كنتش موجود. ما كيفاش رجعت للماضي باش تقتل جدك معناها جدك ما ماتش معناها امك جات معناها انت جيت معناها تنجم ترجع بالوقت وتقتله ونقعدوا كيك للصباح. وهذا معروف باسم The Grandfather Paradox. بغيف ملخص الحديث اذا كان السفر للمستقبل حاجه ياسر صعيبه فالسفر للماضي حاجه امبوسيبل. تحكي بجدك ما عرفتش تعمل فيها الفيديو من الحاله هذه من الحاله من واو يا معلم استنى او هي شبي قلت له باش يعملها بيك الكاميرا مان فروخ 2018 تعوضني. بريف كان عجبتكم فيديو خليو له جيم وبارتاجيو له وتابعوه على الانستغرام خاطر والله يهبط برشا فازيت وكل شيء. علي ابي انتو.